التجاره تبع الميزانيه ديال البلاد. إذا كانت البلاد مستهره كيكون بيع الشيء مستهر كانت شويه قياس كانت كيمشي على قياسه. وهذه هي الوقت. وفي هذه الوقيته واش كاين شي رواج عليها شي اقبال على الزربيه هنا في خلوق او لا؟ شويه ما بهاش ما بهاش الرواج ديال الصيف ماشي هو هذا. ولكن واش على البركه البركه ما كتخصش. واش ما كتشوف واش ما كتشوفوش على انه هذا الجو ديال الشتاء اللي تعطلات وهذا ما اثرتش عليكم نتوما؟ ولا بدا ولا بدا واش حنا ماشي مغاربه؟ نعم. الشتاء اثرت على الناس كامله. نعم. اللهم اسقي عبادك وبهيماتك. امين. واش عندك الزيت البلديه هنايا الباده ديال الزيت البلديه؟ الزيت البلديه كان الزيت البلديه كنشري الزيتون وكنطحنو حيت كتكون وقت شويه مستهره شي من هالجهه كتعاون بهاد الجهه. ديال خصو يكون كيعرف لها الجهه ويعرف لها الجهه. وش من وقت اللي كتكون الزربيه عليها اقبال كثير في الفرح؟ ايوا وقت العراسات وقت الناس يجيو من الخارج وقت كتكون الناس مستهره شويه ديك الساعه كتكون الدنيا محركه.